في التراجي نيوز اليوم. في الفوت ما بعد مباراة التراجي والمتلوي. في الهاند مباراة التراجي وأريانا. في الفولي تتويج الكتيبة التراجية بالبطولة العربية. عسلامة، مرحبا بكم في عدد جديد موعدكم اليومي تراجي نيوز، آخر الأخبار الخاصة والحصرية لتهم شيخ الأندية التونسية من الاثنين للجمعة مع 8:30. نبدأ نشرتنا ليلة بالطبيعة مع تتويج فريق كرة الطائرة بالبطولة العربية الثانية في تاريخه، لقب جديد في خزينة الحمراء والصفراء بعد دورة ممتازة انتصر فيها الفريق في جميع مبارياته، مع العلم أنه أبناء فويت كمون ما خسروا كان شوط واحد في 7 لقاءات. عودة مع مقابلة دور نهائي بين ترجي الرياضي التونسي ودار كليب البحريني. تلعب نهار السبت في زواوي نهائي البطولة العربية للأندية البطلة في الكرة الطائرة، الترجي يلعب ضد نادي بني كليب البحريني اللي قلقنا برشا خاصة في الشوط الأول، الشيء اللي خلى الولاد يفوزوا بصعوبة 28-26. في الشوط الثاني واصل فريق البحريني على نفس النسق، لكن الشيخ واصحابه عرفوا كيف يوقفوا المنافس وربحوا الشوط الثاني والثالث بنتيجة 25-20 و25-17 لتنتهي المباراة 3-0 ويتوج الترجي بطل للعرب. مبروك على الترجي الكل ومبروك على الجمهور في البلايس كل في سرتو في الأورية. نحب نهدي الكوب دارا بهذه أصحابي كل سرتو في الأورية وأمي وبابا ودار الكل. عملنا حساب كل شيء، جات الشوط الأولاني صعيب ومن بعد لما فزنا بداوا هما يستسلموا وبداوا هما يسلموا في المباراة بحكم صغر سنهم. اليوم لعبنا باش نربحوا ما لعبناش باش نعملوا سبيكتاكل، الحمد لله نستحقين البطولة هذه اللي صرتوا منظمة في التيران نتاعنا مش منظمة أخرى. اللقب تستحقوا الترجي الرياضي وعن جدارة بالرسمي، خاطر فما برشا يجيو هوني ويقولوا لاسبيرونس ديزيكيب تلعبوا ضدهم ديزيكيب ساهلين ونلعبوا ماهوش فولي ونلعبوا فيه ولي، هذا نهديوها للجماعة ذوكم وبالرسمي والله أقوى حاجة تحب تشوفوها في الدنيا هاي هاي والله أقوى حاجة في الدنيا. نبقاو داخل القاعات ولكن المرة هذه مع فريق كرة اليد، وين حافظ زملاء كمال العلويني على صدارة الترتيب بعد انتصار البارح خارج قواعده ضد نادي كرة اليد بأريانا. واصلوا الولاد في الهوند سلسلة الانتصارات الإيجابية، أما المرة هذه الانتصار ما جاش بالسهل لما أنه جمعية أريانا بدات الماتش بقوة، لكن الولاد فيسع ما رجعوا في اللعبة وربحوا الشوط الأول 14-12 والمباراة 29-22. بالنسبة لي نحن الماتش تقريبا الكل ما كانش جيد بالنسبة لي نحن، ما كناش مركزين كما يلزم، ما كناش منضبطين في الملعب كما يلزم، لونجو نتاع الماتش ما كانش كبير ياسر بالنسبه لينا احنا، صعيب برشا باش تخلي ملاعبيه مركزين 100%، وطبيعي انه يعني بعد 3-4-5 ماتشات كبار من مستوى عالي المستوى الملاعبيه باش يرخي شويه خاصه على المستوى البدني،
والتركيز خاصة شوية تعب وشوية معناها تحس في الكورباتور واللي ميسكو معناها كونتراكتي توا قاعدين معناها نحاولوا ننزلوا على رواحنا باش نبدا نتسرح ونلقاو بعد الريتم تاعنا يطلع كيما يلزم. اليوم ما كناش كيما العادة دابيتود ناخذ الافونتاج ونسهل على روحنا لي بارتي من الاول الاطراح. اليوم فما شوية فاسيليتي بوتيتر ثم شوية رتاج من الاول هذاك اللي خلى معناها جمعية ارينا تدخل بكدا في الماتش وتقلقنا في البريمي ميتون. من بعد كيما نقولوا الماكينة بدات تدور ورجعنا حساباتنا ورجعنا التسليم تاعنا الحمد لله طلعنا سكور. نقعدوا مع جويل انتصارات ومشيوا مع فريق كرة القدم. نهار السبت في ملعب رادز أبناء رود كرول تحصلوا على 3 نقاط مهمين يمكن فريق تدعيم الفريق على صاحب المركز الثاني 9 نقاط. الاول اون ايتي ان بو بيناليزي بار ما نقولش لو نيفو شويه معناها اقل من تاع المساكني ومتاع افول اون دوزيام ميتون وقت اللي ناروك ادري افول سو لو كولوار اللي مشى معناها مليح تخلي مساكني اون طونك ميليو اوفونسيف ورا الاتاكون لقينا ميور سوليسيون لعبنا اكثر على الاجنحه محمد علي المهذبي تحرك مليح دوزيام ميتون توت ليكيب معناها سي بيان باتيو اون دوزيام ميتون بون ليسبيرونس ما تنجمش تلعب معناها ماتش كامل خايب دونك اوروزمون المردود تحسن برشا في دوزيام ميتون سا نوزا بيرمي دو روفنير معناها دون لو ماتش دو ماركي اي دو فير معناها لو بريك ان شاء الله. لي كونسيني قبل الماتش كانوا واضحين باش نلعبوا على الاجناب سيرتو خاطر الفريق المنافس يعرف يسكر السور جروب بيان يعرف يسكر لي زانترفال دونك لي كونسيني كانوا باش نلعبوا على الاجناب مي مالوريزمون ما طبقناش لي كونسيني كوم يلفو اون دوزيام ميتون رجعنا للكونسيبسيون التكتيك نتاعنا لي افيك دو ميليو ديفونسيف ريجيسور ولا افول ومهذبي على الجناب لقينا اكثر الاسباس كل واحد حاول باش يزيد شويه انتي ان بلوس والحمد لله في الاخر كيما ريتو المنافس شد من بعد Aujourd'hui, on a essayé de jouer offensivement, mais il manquait cette stabilité. Et après, quand un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui vient au milieu, et surtout avec Khaled, on a beaucoup de complicité sur le terrain. On a vraiment sur le terrain, on se connaît très bien, on arrive à anticiper les jeux de l'un et de l'autre. C'est sûr qu'après, c'est plus facile pour tout le monde. جاتني كورة عرفت نحطها بريمي ميتون جاوني دوز اوكازيون ثلاثة قدام الكاج ما جسمتهمش الحمد لله يا ربي كنت عند وعدي وان شاء الله نكمل نخدم هكا وان شاء الله ربي معايا. ظل لي تغيب 8 ماتشات تاع البطولة معنا الكومبيتيسيون عندها قيمة كبيرة يظهر الواحد مازال ما لقاش لي روبير نتاعو ان شاء الله من ماتش لماتش الواحد يحاول يرجع الفورما وان شاء الله في مكان خير ان شاء الله. انتصار ثمين في البطولة يخلي الفريق يبدا المسابقة الإفريقية بأكثر أريحية. نذكر أن وفد الترجي باش يتنقل إن شاء الله نهار الأربعاء للدوحة ثم نهار الخميس فريق يتنقل لنيروبي عاصمة كينيا وغدوة المدرب رود كرول باش يعقد ندوة صحفية نص نهار في البارك حول مباراة غورماهية. هاكا نكون وصلت نهاية نشرتنا الليلة. نتمنى لكم ليلة طيبة تصبحوا على خير وتحية الترجي.